إسبانيا لا فرنسا ما عندك ما تدير. بلادي يا بلادي، بلادي وإن جارت علي عزيزة. سي كنحس بالزنقة. اللهم قطران بلادي ولا احسن بلاد الناس. كاين على الحقره لا لا بوليسيه لا كل شيء. اوروبا ما ترجع لهاش ما تجيهاش. اللهم اخدم في بلادك. مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة مالاغا من قلب اسبانيا. طاقم قناة شوف تي في كيحاول انه يوصل المعاناة ديال المغاربة كيف ما كنوصلوا المعاناة ديال المغاربة داخل ارض الوطن. بغيناكم تعرفوا حتى المعاناة ديال خوتنا المغاربة داخل اسبانيا، واللي كنتمنوا ان النداء ديالهم يوصل للجمعيات او للمجتمع المدني المغربي والاسباني هنا باسبانيا من اجل اننا نقدروا اننا نقدموا لهم يد المساعده. معنا الاخ عبد السلام اللي للاسف شديد القصه ديالو ما يمكنش ما غتبكيش حتى شي واحد اللي عنده القلب وكيحس. كون عبد السلام واحد مواطن مغربي جاء قادما الى اسبانيا من مدينه العيون، جاء باش يقلب على طرف الخبز. اجوا معنا تعرفوا على المعاناه ديالو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اش بكاك اخويا عبد السلام؟ توحشت المرحومه ميبتي. امتى ماتت؟ وباغي نهبط باش نبوصلها في راسها لا فرونتيرا يستسر كيس. بغيتي تهبط والحدود مسدودين. عندك الوريقات؟ الحمد لله الحمد لله، ولكن اوروبا هي اللي ضيعتنا 21 عام من اوروبا انتيرا ماشي غير اسبانيا. امين ميدا لاستيما كيلو دي سي اوترا بيرسونا كي سوي دي بنتي اون انيو يستو. ونقولوا نقدروا نقول انك مشرد هنايا. فين كتعيش؟ مشرد مشرد. قال كيبقى فيه الحال، كيبقى فيه الحال انه يقول انه 21 سنه وهو في اوروبا وكيعيش التشرد هنا في اوروبا في اسبانيا. قول لنا عاود لنا اللي باغي يجيو. اسبانيا لا فرنسا ما عندك ما دير. بلادي يا بلادي، بلادي وان جارت علي عزيزه. واهلي وان جاروا علي كرام. والله بلادك اللهم قطران بلادي ولا احسن بلاد الناس. وحشتي البلاد. توحشت 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 هذيك الجلسه. امتى توفات المهمه؟ امتى توفات المهمه الحنينه؟ فاش سدوا لا فرونتيرا انا كنت باغي نشد الطياره باش نهبط. الله يرحمه ويوسعها عليه. الله يرحمها. شنو تبغي تقوليها اليوم؟ شنو تبغي تقول للمهمه؟ سيري الله يسهل عليك، وسيري راك انت هي اللي وليتيني من كرشي. مناش كتعيش اخويا عبد السلام؟ مناش كتعيش دابا؟ غوبيرنو مع حنا هذا الحكومه الاسبانيه. الحكومه الاسبانيه لو ديسي كوم لو ماروكي تيني كاسيرا ايس نو لو داني نيون سنتيمو. الحكومه الاسبانيه ما كتعطيش للمغاربه حتى سنتيم. سدات سدات. علاش كتحسوا هنا بالعنصريه؟ كتحسوا بالحضره؟ قول لي قول لي اخويا. ما مايور ما خيناتي توريه ماروكينا. انا مغربي. وهذه مغربيه. كدوز من حداك اسبانيوليه هز الصك كدير لها. كتخاف منك. منا. وانت غير درويش ومسكين يعني ما غتاديهاش. ومنا. الصبع ماشي بحال بحال. واه بلاتي باش نكونوا واضحين، راه ماشي غير المغاربه اللي فيهم الشفره. راه في العالم كله كتلقى مزيانو كيف الخايب. وقال لك كيخرجوا من كرش وحده وماشي بحال بحال.
علاش هاد الصوره هذه اللي واخدينها بالضبط على المغاربه؟ علاش المغاربه هما اللي خايبين؟ والله ما نعرف. المغاربه من اطيب الشعوب في المغرب، الناس حجر وطوب. والله سيمولا قبيلة هما كريكين وسوتروس ما هلادرونيس كنسرقوك هادي هادي نو وزعما هما راهما حضارة هما شبه حضارة هادي حضارة تعامل تعامل قولي التعامل ديال الناس ديال البوليس ديال مع المغاربة اوه لا بوليسية سيبري دوكومنتاسيون دوكومنتاسيون اعطيني الوراق اعطيني الوراق ها كيسبا كريه سوموس لادرونيس سوموس تيروريست سوموس ايه نو والعكس المغاربه هما الشعب الوحيد اللي كيقدر انه يتانتيغرا يندمج مع الشعب الاسباني اوكي يا لو كامبيا لا كوسا كاينه الحقره سي كاينه الحقره لا لا بوليسيا لا كلشي كتبات في الزنقه خويا عبد السلام سي كنحس بالزنقه راه لا سمعها الوالد هادي حيدني من الحاله مدني حيت انت ولد عائله كلارو ها سولي على فريسان عبد السلام في العيون الجمال ديال الوالد ديالي وانجلس ومالك اخويا اش جيتي دير هنايا تطفل ما تزوجتي ما درتي وليدات جواز المغرب هنا سباليونية يا بوركي اي هما كيبغوا ايوس كيريو لو ماندا هما كيبغوا يحكموا ماشي بحالنا حنا قلنا هما يا عيالات ديالهم كيبغوا يحكموا ولا جوجي بسباليونية اوه جوجت 1999 قبل ما يموت الحسن الثاني يعني الله يرحمه هذاك هو درتي شي وليدات شحال عندك الوليدات جوج سباليون مع سباليونية مع السبانيولية ما درت معها ومع من ولدتي في البلاد خليتها باغي هي تطلع هنا لاوروبا قلت لها لا قلت شي حدا لوالدي سمعتي بوريسو اميش لو وادي خرامي اوف شنو بغيتي دابا خويا عبد السلام شنو كت شنو الاحلام ديالك والمتمنيات احلامي اقسم لك بالله تفتح على فرونتي ترجع في خطره يا استاذ اقسم لك بالله مالك في يدك مضروب تما مضروب ليا وداك الشيء الناس في الزنقه زعما هذه هي اوروبا تما كلك اخويا لا اله الا محمد رسول الله تنتمناو لك ربي يسهل عليك هذا الشيء اللي غادي نطلبوا لك اخويا عبد السلام الله يديري في راسك الله يكبر بيك اخويا الله يكبر بيك شنو الرساله ديالك لولاد بلادك ها؟ اوروبا ما ترجع لهاش ما تجيهاش اللهم اخدم في بلادك مشاهدي قناه شوف تي في للاسف الشديد قصه مؤلمه ديال خونا عبد السلام اللي خلى العائله ديالو خلى ماله راس ماله والضريبه ديال الغربه هي هذه بغينا ولا كرهنا الغربه واخا تكون زوينه انت مرتاح فيها وعندك ورقاتك وعندك فلوسك ولكن كتادي فيها واحد الضريبه اللي من بينها انك والديك ما كتفرحش بهم ما كتستمتعش بهم وبزاف منهم فقدوا والديهم هما في الغربه وما قدروش يحضروا لهم حتى الجنازه ديالهم وهذا هو حال خونا عبد السلام اللي كنتمناو من المجتمع المدني هنا في ملقا انهم يشوفوا من حال بحال هاد الاخوان ديالنا ان كيضرنا خاطرنا بكل صدق اننا نشوفوهم في بلادة الناس وعايشين هاد العيشه هذه اللي نقدروا نقولوا لها عيشه الويل الى اللقاء في مباشر اخر ماشي عيشه الويل عيشه لا ميرا كما لدي سيايوس ما كرهوش يجريو على كلشي المغاربه كيقول لك موروس دي ميردا ياك كلارو موروس دي ميردا كي سينيفيكا لا بارابرا دي موروس ها دولو بريدا لو ديسي عربي لا اله الا محمد رسول الله الى اللقاء